اتكلمنا كتير قوي السنه اللي فاتت بوجود على الاتحاد ومشاكل فريق الاتحاد والتغييرات اللي حصلت. فالنهارده من حق جمهور الاتحاد يفرح بمباراه الوحده، ان النهارده مباراه انفجر فيها الاتحاد ب7 اهداف، وده بيعرفك الكواليتي الكبير جدا اللي اضافه فريق الاتحاد للفريق بتاعه في المنطقه الاماميه وفي وسط الملعب وحتى الجزء الدفاعي. ولكن برغم ان الاتحاد كسبان 7 ومباراه يعني وان سايد جيم، لكن الاتحاد عليه ان هو يعالج الاخطاء بتاعته وهو فرحان ومبسوط وبيكسب 7. الاتحاد لسه عنده مشاكل دفاعيه ما اتحلتش من الموسم اللي فات، ودي لازم نراقبها. وحتى وانت كسبان تشتغل عليها، مش بس انت الكره معاك. انت النهارده بتقول الاتحاد المباراه بتاعت الوحده شاط حوالي 11 تسديده على المرمى، جاب منهم 7، فده رقم مش هيتكرر كتير معاك. يعني مش هتقدر كل مباراه من 11 تسديده على المرمى او 8 تسديدات على المرمى تجيب 4 تجوان او 5 تجوان زي ما كنا بنتكلم عن النصر امبارح. انت النهارده لازم تقلل وتحسن الجزء الدفاعي، لان في وقت من الاوقات ممكن تكسب 2-1، ممكن تكسب 1-0، ممكن تكسب 3-2. فلو اما تقلل الاجوان وتهتم بالجزء الدفاعي، لانك بس الكره مش هجوميه، عندك لعيبه اقوياء جدا هجوميا تدمر اي فريق، لكن في وقت من الاوقات مش في المود بتاعهم، مش في الكواليتي بتاعهم، مش في احسن حالات، الكره مش ماشيه معاهم، مش في احسن حال. هتلاقي الدنيا دفاعيه، لازم الفرقه كلها ترد كجزء دفاعي، كبلوك واحد تدافع، سواء بتضغط ضغط عالي او بتلعب ميدل بلوك او حتى لو بلوك، لازم الفرقه كلها تدافع كفريق. لان برضه انت بتلعب في الدوري السعودي مش كواليتي قليل، عندك لعيبه وعندك فرق، حتى الفرق المتوسطه عندها لعيبه في المنطقه الاماميه تقدر تضايق اي فريق. فابارك لجمهور الاتحاد، يستحق لانه صبر كتير جدا، واداره الاتحاد دعمت الفريق اعتقد يعني اكتر دعم تقريبا لعيبه كان حصل للاتحاد، ولكن عليه وهو ماشي وبيكسب ان هو يعالج المشاكل الدفاعيه اللي عنده.